شكرا جزيلا. السؤال الآن إلى سعادة محمد بن علي الشحي ممثل ولاية دبا. اطلب الكلمة لو سمحت. شكرا سعادة الرئيس، مرحبا معاليكم. معاليكم لا يخفى عليكم وعلى جميع المسؤولين صعوبة تحديات البعد الجغرافي والحدود لمحافظة مسندم بالإضافة إلى دبا. سأطرح سؤال عليكم وهو كالتالي: متى سيتم إنشاء وبناء مدرسة دبا التأسيسية؟ وهل توجد خطة خمسية أونية في بناء المدارس في محافظة مسندم؟ يطيب لنا أن نضع بين يدي معاليكم عددا من المطالبات والمعاناة الدائمة لمعلمات محافظة مسندم وولاية دبا خاصة، والمنطقة الحديث بأن يسكن الموظف بولايته، ونوجز ذلك كالتالي: أولا، مبنى مدرسة دبا التعليم الأساسي الحالي بولاية دبا والذي مضى عليه الدهر فهو قديم ويوجد به تصدعات وتشققات، وذلك بشهادة مهندسي الوزارة حسب التقرير السابق لهم، والذي يعد عين للسقوط كسقوط الأسقف في غرفة المعلمات والأعمدة في أرجاء المبنى، ولا يوجد بالمدرسة قاعات تخدم الاجتماعات أو اللقاءات، ولا يوجد مساحة كافية بالمدرسة إن كان هناك خطة لإنشاء قاعة متعددة الأغراض. وقد تمت العديد من أعمال الصيانة بالمدرسة ويتعد سنوي، ونفيدكم بتخوف المواطنين من وضع المبنى على أبنائهم. وقد سبق إلى أن تحدثت يا معاليكم حول الموضوع، ونعلم أن ردودكم تنم بالموافقة على بناء مدرسة جديدة في أرض مخصصة بموقع آخر من الولاية، ولكن حديد التأخير هي الموازنة، وقد مر على هذا الحديث ما يقارب 10 سنوات. أما الآن للموازنة أن تضع في خطتها هذه المدرسة؟ ثانياً، ولأخفى عليكم التحديات والصعوبات التي تواجه من البعد الجغرافي المسندم، وكذلك كونها منطقة حدودية وفيها بعض الإجراءات منها زحمة الحدود والرادارات التي تواجه المواطن، حيث أنهم يواجهون ظروف صعبة بسبب الوطن الحدودي ومرض فيروس كورونا كوفيد، صعوبة نقل وتعيين المعلمات خارج المحافظة أو خارج الولاية بنفس المحافظة، حيث يتم ذلك دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو النفسية أو الفكرية، حيث المعلمة لديها من الهموم والواجبات اتجاه أولادها كتربيتهم وتعليمهم ومتابعة دراستهم وتفكيرها المستمر فيهم، وهي تعمل في غير ولايتها، والذي يحول في التوفيق بين أولادها وعملها في ظل بعدها عن البيت، وهي في بلد وأولادها في بلد آخر. وهذا الأمر الذي يضع عزوفا من أبناء المحافظة للدخول في سلك التعليم، ولا ننسى البعد الجغرافي والحدودي لمحافظة مسندم دون مراعاة لصعوبة التضاريس الجغرافية لولاية دبا، إذ لا يوجد شارع مستفلت يربط ولايتها بالطرق في أودية وجبال وعيرة بينها وبين ولايات المحافظة، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي يحذر الأطباء منها، حيث أثناء التنقل يصاب الإنسان بالفيروس فينقل العدوى إلى أهله وأهل بلده، مما يكون هو في دور في انتشار هذا الفيروس. فالكثير أصيب بسبب عملية التنقل رغم تطبيق الإجراءات الاحترازية. كل هذه الصعوبات والتحديات تجعل المعلمة معقدة نفسيا وفكريا، غير قادرة على متابعة التدريس، وعليه المطالب باستثناء معلمات وخريجات محافظة مسندم بالتعيين بكل ولايتهم في المحافظة. من ناحية أخرى، موضوع التنقل البحري العبارة وتحدى عدم توفر حجوزات بالعبارة، وهذه الوسيلة الوحيدة للتنقل لباقي مناطق السلطنة بولاية دبا. ثالثا، اعتماد الإجازات المرضية دون تصديق من خارج السلطنة، وخصوصا الدول المجاورة، نظرا لعدم توفر مستشفى يخدم الحالات المرضية الموظفين بولاية دبا. رابعا، إنشاء صالة رياضية بالمحافظة للممارسة الرياضة ومقرها دبا، وقد سبق وتم التخطيط لها بمدرسة عمرو بن العاص ولم ترى النور، وكذلك المطالبة برفع مبلغ السلف الخاصة بالمدارس نظرا لغلاء الأسعار بالولاية خلال بقية المناطق السلطنة. خامسا، تعزيز مكتب الإشراف بعدد من السيارات بهدف تسهيل عملية الإشراف على المدارس الولاية، وكذلك بعض المرئيات والمقترحات الخاصة بمكتب الإشراف. سادسا، المطالبة بوجود حضانة أطفال بمدارس الإناث الهيئات التعليمية خاصة التي لديها أطفال دون 5 سنوات، وإعطاء المدرسات إجازة إضافية للرضاعة بالإضافة إلى إجازة الوضع. سابعا، المطالبة بصرف علاوة خطر لكل مدرسة خارج ولايتها خاصة دبا. إن أبناء ولاية دبا يعانون من التنقل في الوضع الحالي في ظل غلق الحدود البرية وعدم وجود مطار في ولاية دبا. دبا في مطار معاليكم معاد البحر لوجود عبارة، مع صعوبة توفر الحجوزات الأسبوعية. فأرجو دراسة المواضيع بحكمة ووضع مصلحة المعلمات والطالبات فوق كل اعتبار، حفظ الله عمان وأهلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا سعادتك. طبعا أنا ببدأ بموضوع المشاريع بالنسبة لولاية دبا. طبعا في مشروع لمدرسة في ولاية دبا في الخطة القادمة، وكذلك يعتمد تنفيذها يعتمد على الموازنات اللي ستخصص، لكن مدرج مشروع في دبا. بالنسبة لتعيين معلمات مسندة، سعادتك احنا خلال السنوات العام الماضي واتوقع هذا العام ايضا حريصين كل الحرص انه ابناء مسندم يتم تعيينهم في محافظاتهم ان وجدت الشواغر، يعني بقدر المستطاع، يعني حتى لو تم تعيينهم خارج السلطنه يتم خارج المحافظه يتم انتدابهم في حاله وجود شواغر. فهذه هذا الامر يعني الوزاره ساعيه فيه. بالنسبة لي وطبعا السبب معروف، هو سبب بسبب صعوبة الوصول ومسألة الـ يعني المعلمات اللي يكونوا من خارج المحافظة يجدوا صعوبة في ركوب البحر وإلى آخره. بالنسبة للصالة الرياضية، طبعا هذه الصالات الرياضية كانت معتمدة في الخطة التاسعة، وكانت الوزارة قد وضعت خطة لإنشاء صالات رياضية في جميع المحافظات ومن ثم التوسع على مستوى الولايات، لكن لعدم وجود مخصصات مالية فهذا الأمر تأجل. بخصوص تعزيز مخصصات المدارس، هذا يحتاج دراسة، بنطلب من سعادة الوكيل يدرس هذا الموضوع. حضانة الأطفال كمبدأ الوزارة ما عندها مانع، لكن لابد من إيجاد يعني القطاع الخاص اللي بيقوم بإدارة هذه الحضانة. شكرا. مجدبة تأسيسي حق مدرسة يعني مستضرة، وقد طالبت أنا وغيري من أعضاء السابقين ومضى الدهر دهور ما دهر وحقيقة عن أكثر من سنوات، ونفس المشكلة هي الموازنة. وسبق أن تقابلت ما معاليكم وكان الحديث بيننا بأن حقيقة اللجنة يعني وافقت على إحلال هذه المدرسة، ولكن تقرير آخر من وزارة المالية عارض هذا الشيء، ولكن كنتوا تنتظروا لجنة ثالثة تكون هي الفيصل بين التقريرين. ولكن ما عليكم حقيقة، ولاية دبا منطقة حدودية وظروف صعبة، أنتوا على علم هذا الشيء، وبعد بنفسكم زرتوا هذه الولاية. يجب من الضرورة بناء مدرسة دبا التأسيسية، لأن حق قاعة اجتماع لمعاليكم ما موجود، كانوا يجتمعوا بفصول الطالبات، وحقيقة يعني الآباء والأمهات متخوفين على أعيانهم أن تتعرض عليهم مدرسة، والصيانة المعاليم كل سنة كثر ما تفيد نفع. حقيقة أنتم الكثير من الأموال تخسروا في عملية صيانة المدرسة، وكذلك موضوع النقل. حقيقة يعني مسندم ظروفه صعبة، ودبا لا يوجد فيها مطار. أنا نطالب بأن المعلمات يتم تعيينهم في ولايتهم، يعني مسقط بعيدة، حد تم تعيينه بالصلالة، حد تم تعيينه بمسقط، حد تم تعيينه بخصب أم كمدار. بعض المعلمات تم تعيينهم كمدار، وبعضهم كذلك خارج المحافظة لهم صوب المسقط، هذا صعوب عليهم التنقل، اللي عنده أطفال، اللي عنده أولاد بالدراسة، كيف يوفق بين الدراسة وبين الأولاد؟ الأولاد محتاجين للأكل والشرب والدراسة والتربية والمعاينة والمتابعة وغير هذا. الولد هل شاطر دراسته؟ هل أكل صح؟ هل هذا الولد يعني فوضوي؟ هل متابع دراسته؟ هل ناجح دراسته؟ هل يعني امور كثيره تدور ببال المعلمات اللي هم يعني عندهم اطفال بالمدارس. شكرا. شكرا جزيلا سعادتك، تتفق معاليك مع طرحك سعاده الاخ يونس.